مشكلة اضطرابات النوم أثناء الليل، وبالتحديد هل عدم النوم الكافي ليلا هو أمر خطير؟ طبعا في بعض الدراسات أشارت إلى أن أكثر من حوالي 60% من البالغين لا يحصلون على عدد ساعات نوم كافية ليلا الموصى بها، فهل ده له دلالة خطيرة على صحة هؤلاء المراهقين؟ في بعض الناس بيفضلوا مستيقظين طوال الليل، إما لأن طبيعة عملهم بتتطلب ده، يعني حد بيشتغل وردية الشغل بتاعته أو الشفت بيبدأ ليلا، فبالتالي هو مضطر إن هو يظل مستيقظ طول الليل، أو بسبب ممكن أشخاص آخرين عندهم حالة من الأرق أو انشغالهم بسبب الهواتف المحمولة أو الأجهزة الحديثة، الكمبيوتر، أو بيتابع برنامج معين أو أي وسائط معينة بيتابعها في التلفزيون. وبالتالي أيا كان السبب اللي بيخلي معظم أشخاص غير قادرين على النوم أثناء الليل، ممكن أيضا ما يقدروش يعوضوا عدد ساعات النوم في النهار. فبالتالي هل عدم النوم الكافي في الليل ده ليه تأثير خطير؟ باستخدام إشارات من الساعة البيولوجية، وبنجد ان ارتفاع مستويات الناقل العصبي الادينوسين ده بيجعل جسم الانسان يشعر بالميل للنعاس. طبعا معظم الاشخاص بيصلوا الى ذروة مستويات النعاس ما بين الساعة 12 بالليل للساعة 6 صباحا، وما بين الساعة 2 الظهر الى 4 العصر. لكن بعض الناس ممكن بعد محاولات أو تدخلات خارجية أو اضطرابات معينة لا يتمكنوا من النوم بالليل بشكل كافي، إما زي ما ذكرنا بسبب طبيعة العمل أو لأسباب أخرى. كمان ممكن بعض الأشخاص يعانوا من الأرق ويظلوا مستيقظين طوال الليل والنهار، وده أمر خطير، وطول هذا الأمر واستمراره بيأثر بشكل سلبي على الصحة. وبالتالي الإجابة عن التساؤل الهام هل عدم النوم في الليل أمر خطير؟ الإجابة هي نعم. عدم الحصول على قسط كافي من النوم ليلا بيستنزف القدرات العقلية وبيعرض الصحة الجسدية للخطر. في العديد من الأبحاث أو الدراسات ربطت ما بين قلة النوم بعدد من المشاكل الصحية الخطيرة وطويلة الأمد، فوجد بعض الناس ان الحرمان المزمن من النوم ممكن يسبب ارتفاع ضغط الدم، ممكن يسبب الاصابة بالسكري، ممكن يؤدي الى فشل القلب، الى النوبات القلبية، الى السكتات الدماغية، كمان ممكن يسبب السمنة والاكتئاب وانخفاض الدافع اللي هو بين الازواج وانخفاض كفاءة الجهاز المناعي. طيب لما نيجي نتكلم عن اضرار عدم النوم في الليل، نشوف بعض الأضرار اللي بتقع على جسم الإنسان نتيجة عدم النوم الكافي أثناء الليل. أولا أضرار على الجهاز العصبي، ممكن يعطل الحرمان من النوم لفترة طويلة، الطريقة اللي بيرسل بها الجهاز العصبي المعلومات وبيستقبلها، وده بيسبب صعوبة في التركيز وبيأثر على القدرات العقلية وعلى الحالة العاطفية للشخص. والحرمان من النوم المستمر ممكن يؤدي إلى أن الشخص يصاب بالهلوسة والقلق والاكتئاب، وممكن بعض الناس يجيهم أفكار انتحارية بسبب حاجة العقل إلى الراحة وإلى الاستغراق في النوم. الضرر الثاني وهي أضرار على الجهاز المناعي، بينتج الجهاز المناعي أثناء النوم الأجسام المضادة ومركبات تعرف بالسيتوكينات اللي بتحارب البكتيريا والفيروسات وغيرها من المواد الضارة، وبالتالي بيمنع الحرمان من النوم الجهاز المناعي من إنتاج هذه المواد، وبالتالي لا يتمكن الإنسان أو الجسم من محاربة أجسام الضارة، وبالتالي بنجد الأشخاص اللي عندهم أرق أو ما بيناموش بالليل اللي بيستغرقوا وقت أطول للتعافي من الجروح والأمراض. الضرر الثالث وهي أضرار على الجهاز التنفسي، ممكن يزيد الاستيقاظ طوال الليل والحرمان من النوم
من فرصة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي زي نزلات البرد أو الإنفلونزا أو تفاقم أمراض الرئة المزمنة. أيضا في أضرار بتقع على الجهاز الهضمي، بنجد أن الحرمان من النوم بيأثر على إنتاج الهرمونات اللي بتتحكم في الجوع والشعور بالشبع والامتلاء، علشان كده بيتناول الأشخاص كميات أكبر من الطعام وبيصابوا بالسمنة. كمان بتأثر قلة النوم على إفراز الأنسولين، بتسبب قلة إفراز الأنسولين وبتقلل من تحمل الجسم للجلوكوز، وده ممكن يؤدي إلى إصابة الإنسان بمرض السكري. الضرر الخامس وهي أضرار على القلب، بتزداد فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في حال الحرمان من النوم. بعض الدراسات ربطت بين قلة النوم وقابلية الإصابة بالجلطات القلبية والسكتات الدماغية. طيب، مهم إن احنا نعرف كم عدد ساعات النوم اللي بيحتاجها الشخص. العدد ساعات النوم المثالية اللي بيحتاجها الشخص حسب الفئة العمرية، بنجد إن الأشخاص البالغون هنا من 65 سنة لأكتر بيحتاجوا من 7 لـ8 ساعات نوم كافية في اليوم. عندنا الأشخاص من 26 سنة لـ64 سنة بيحتاجوا من 7 لـ9 ساعات. عندنا الأشخاص من 18 لـ25 سنة بيحتاجوا أيضا من 7 لـ9 ساعات نوم متواصلة. عندنا المراهقين من 14 سنة لـ17 سنة بيحتاجوا من 8 لـ10 ساعات. عندنا بنجد الصغار في سن المدرسة من 6 سنوات لـ13 سنة بيحتاجوا من 9 إلى 11 ساعة. ما قبل المدرسة من 3 سنين إلى 5 سنين بيحتاجوا من 10 إلى 13 ساعة نوم. بنجد من سنة لسنتين ممكن الطفل ينام من 11 لـ14 ساعة. بنجد الرضع من 4 شهور لـ11 شهر بيناموا من 12 لـ15 ساعة. حديث الولادة من أول الولادة من 0 يوم إلى 3 أشهر بينام حوالي من 14 إلى 17 ساعة. إذن موضوع الحصول على النوم الكافي مهم جدا، الحصول على عدد ساعات النوم الكافي مهم جدا، ودي أصبحت مشكلة يعني معاصرة بتؤرق حياة كتير من الأشخاص، خاصة مع وجود التكنولوجيا المنتشرة بشكل كبير في الأيام أو في الفترة الحالية. في عوامل تشتت، عوامل لهو كتيرة جدا منتشرة، الأجهزة الإلكترونية اللي أصبحت محمولة في اليد، وسهولة متابعة يعني مجالات كتيرة جدا بتجعل الإنسان يضحي بساعات النوم. بعض الناس بيكون يعني عندهم مثلا عذر في طبيعة العمل بالليل، لكن معظم الأشخاص في الفترة الحالية معظم يعني المشتتات بتكون بسبب وسائل التكنولوجيا الحديثة، سواء الكمبيوتر أو الهاتف المحمولة أو متابعة البرامج المختلفة، وبالتالي كل ده بيكون على حساب عدد ساعات النوم الكافية، وده بينعكس بشكل سلبي جدا وشكل وتأثير خطير على صحة وحياة هذا الشخص. فينبغي الانتباه جدا لهذا الأمر والاهتمام بساعات النوم الكافية لما لها من فايدة عظيمة جدا على الصحة الجسدية والعقلية لجسم الإنسان. ده كان أهم المعلومات عن أضرار وخطورة عدم النوم الكافي أثناء الليل. في النهاية بنتمنى السلامة للجميع، ونلتقي بإذن الله في فيديو جديد وموضوع جديد.